يقول السائل: من ترك أعمال الجوارح وقال إن هذا ليس داخلا في مسمى الإيمان، يقول ما حكم هذا القول؟ حكمه أنه ليس بمسلم إذا ترك العمل، يقول أنا مؤمن وهو ما يعمل، ما هو مسلم. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإيمان لعب بس. نعم.